الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الزميلات والزملاء الأعزاء. عذرا كأمس للتأخير في هذا البث، ولكن ما نحمله من أعباء أو ما أحمله من أعباء في النقابة العامة هو الذي يدعوني جبرا إلى هذا التأخير. سوف أتحدث إليكم اليوم عن الموضوع اللي شاغلني وشاغلكم جميعا، موضوع صرف معاش المحامي والمحامية، سواء كان حيا وحيل إلى المعاش أو ورثته أو المستحقين عنه إذا كان قد فارق إلى رب. نظام اللي كان ساري كلكم تعرفوا طبعا هذا الكلام، من سنة 2016 أن يطالب المحامي أو مستحقين عنه في حالة وفاته بتقديم أدلة الشغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، عن كل سنة من سنوات الاشتغال. يعني لو بقاله 40 سنة محامي وبطاقته الضريبية بتقول كده أنه محامي من 40 سنة، برنت التأمينات بيقول أنه لم يعمل عملا آخر على مدى 40 سنة، يتقال له عاوزين أدلة الشغال كيت وكيت عن كل سنة من 40 سنة. فلو عجز لسبب أو لآخر عن تقديم أدلة الشغال عن سنة من السنوات، وقد يكون هذا العجز لاندثارها بمضي الوقت، وقد يكون هذا العجز بسبب أنه ما جالوش رزق في السنة دي، وهذا وارد. وعدم ورود الرزق لا يعني عدم الاشتغال، الاشتغال شيء والرزق شيء، الرزق بتاع ربنا. المحامي مشتغل، محامي مشتغل، ولا يمكن أن يكون غير مشتغل لمجرد أنه ما جالوش رزق. ده اللي كان النظام اللي ساري. ده النظام ده أنا قريت النصوص قراءة جيدة وانتهيت إلى ما أصدرته في 24/2/2021 وملخصه أنه لا يطالب المحامي أو المستحقين عنه بتقديم أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة بملفه في نقابة المحامين. ولم أحرم النقابة في حالة الشك من أن تسعى لإثبات العكس، ولكني طبقت القانون تطبيقا صحيحا على أن مدعي العكس عليه الإثبات، وأنه لا يجوز أن نفترض في المحامي أنه غير مشتغل. المسألة دي دار حواليها حوار، وأنتم عارفين أن أنا دعيت المجلس باكر إن شاء الله للإنعقاد للتصويت بالنداء بالاسم. هل يسري النظام الذي كان ساريا وملخص مطالبة المحامي أو المستحقين عنه بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وإلا تشطب السنة التي لا يقدم فيها أدلة اشتغال وتحذف من المعاش، أو أن التفسير الصواب هو الذي تبنيته وأعلنته في قراري الصادر في 24/2/2021 وخلاصته لا يطالب المحامي أو المستحقين عنه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة العامة، وفي نفس الوقت لم أحرم النقابة في حالة الشك من حقها في إثبات العكس، ولكن عليها عبء إثبات ما تدعيه. هذه القواعد التي تعلمناها في رحاب القانون. أنا بكلمكم النهاردة في الموضوع ده لأن احنا عندنا باكر إن شاء الله هذا التصويت، وأحببت أن أعيد تفاصيل هذا الموضوع على حضراتكم وعلى كل من يتفضل بسماعي من أعضاء مجلس النقابة العامة، لأني أرى من واجبي أن أكرر الإيضاح لهم بأحكام القانون وما ينبغي به التفسير والعمل الصحيح، لأن هذا واجب يفرضه علي موقعي كنقيب للمحامين، ويفرضه علي
علمي وخبرتي التي لا يجوز أن أحجبها عن زملائي، ويفرضه علي أن الأمر يتعلق بمصائر أسر، أسر المحالين إلى المعاش، وأسر الذين لاقوا ربهم من الأرامل والأيتام. هذه مسألة غاية في الحساسية وغاية في الأهمية والخطورة. السؤال اللي أنا بطرحه على كل زملائي، نحن نقف كل يوم في رحاب القضاء نقول للمحاكم: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم القضاء. هذه قاعدة نتنادى بها في المحاكم، وهي موجودة في الدساتير كلها بما فيها الدستور المصري، وموجودة في مواثيق حقوق الإنسان، وموجودة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، أن الإنسان الأصل فيه البراءة، وأنه ولد على الفطرة، وأنه لا يجوز إلغاء هذه القرينة، قرينة البراءة، إلا بأدلة قاطعة تنفي هذه البراءة. السؤال الذي أطرحه على زملائي: نحن رجال القانون، رجال المحاماة، الذين نتنادى في ساحات المحاكم بتطبيق المبادئ العليا، هل يليق بنا أن نتبنى القاعدة العامة الأصولية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضاء، بينما نرتد على أنفسنا ونرتد على زملائنا ونرتد على العاجزين منا ونرتد على الذين أحيلوا إلى المعاش منا ونرتد على الذين توفاهم الله وتركوا في أعناقنا أيتام وأرامل؟ هل يليق بنا أن نعاملهم أو أن نعاملهم آسف على منطق أن المحامي مذنب، أن المحامي مذنب وعليه هو أن يثبت براءته بإيه؟ بالطريق الذي نفرضه عليه؟ في حاجة اسمها كده في القانون؟ في حاجة اسمها كده؟ في حاجة أن نقلب المسائل وقول أن المحامي الفرض فيه أنه مذنب؟ يعني ملف خدمته بيقول أن هو في الفترة دي مشتغل، في الفترة دي غير مشتغل، أقول له: لا، أنت غير مشتغل وعليك إثبات أنك أنت مشتغل. ما شاء الله، هذا نقل لعيب الإثبات، لأنه الأصل هو الثابت في ملفي، والأصل في البراءة، والأصل في الالتزام، والأصل في إيه؟ أن أنا بشتغل. على أي أساس أنت بتطالبني أن أنا أثبت أن أنا بريء في حين أن هذه البراءة هي الأصل؟ ثم تطالبني أيضا وتحصرني، وهذه غير مسبوقة في أي قضاء في العالم، لا أمس ولا اليوم ولا غدا ولا من مليون سنة، أن أفرض على المتهم أدلة البراءة بعينها، يعني قولهم دول يا مش بريء هو، خلاص شوفوا التحكم. وطبعا اللي قرروا هذه القاعدة قرروها بعماء، بعماء ضرير. من يقول إن التوكيلات دليل الاشتغال؟ الذي يقول هذا أعور، لا يلم بمعنى التوكيل. التوكيلات تصدر لمناسبات عديدة جدا، وكلنا يعاني ويسير هذا في حياته ويمارسه. توكيلات تصدر للأصدقاء وللأقارب ولقبض مرتبات ولأداء مهام ولبيع سيارة ولبيع إلى آخره، يعني التصرفات التي تستدعي إصدار توكيل عديدة جدا. وبالتالي التوكيل أساسا دليل ناقص، ويجب أن يقرن بدليل آخر أن هذا التوكيل قضائي وأنه قد مورس به عمل قضائي في رحاب المحاماة. يعني حتى التحكم، تحكم ضرير، تحكم أعمى. يمشي الكلام ده؟ أنا بحكم خبرتي وسني، وأنا بشتغل في المحاماة بقالي 62 سنة، وأنفقت حياتي في العلم والمعرفة، ولازلت بتعلم حتى اليوم.
أنا القرار اللي طلعته أمام زملائي في مجلس النقابة من 24 فبراير 2021 ونشر إليكم على الموقع من 24 فبراير 2021 ولم يعترض عليه أحد وجاري تطبيقه، وفجأة تنشق الأرض، تتقلب القلوب وتنحرف السهام عن رجاء عطية إلى إيذاء المحامي. هذه هي المأساة. نعم أنا المستهدف، ولكن المحامون يدفعون الثمن، المحامون وأسر المحامين الذين توفوا هم الذين سيدفعون ثمن هذا العمى وهذا التصرف الغير موضوعي. إليكم القرار، حقراه لحضراتكم بالكلمة. عنوان القرار: بوقف مطالبة المحامي المحل المعاش أو مستحق معاشه بأدلة اشتغال. العنوان إيه؟ عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة. وأنا قلت لكم في بث سابق إن هناك من رد علي إنه ما عندناش ملفات فيها هذا الكلام، وأنا عرضت عليكم امبارح أو أول أمس أظن النماذج اللي أنا طبعناها من النقابة ليا وللدكتور أحمد فتحي سرور وللدكتور مفيد شهاب وللدكتور رفعت المحجوب وللدكتور صوفة بطان، وكل ملف من هؤلاء في الشهادة اللي بتطلع أدوس على الزرار تطلع الشهادة أحيل لجدول غير المشتغلين بتاريخ كذا، وعاد إلى جدول المشتغلين بتاريخ كذا، نقل إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ كذا، وعاد إلى جدول المشتغلين بتاريخ كذا. هل المشرع يعني عامل الحكاية دي عياءة؟ يعني إحنا في نقابة المحامين المشرع عمل لنا جدول مشتغلين وجدول غير مشتغلين عياءة؟ ولا لابد أن يكون لهذا معنى وأثر في التطبيق وفي المعاملة سواء في الخدمات؟ ما هو المشتغل هو اللي بيدفع اشتراك، والغير مشتغل لا يسدد الاشتراك. أنت إذا تفترض فيه أنني مشتغل وتتقاضى مني الاشتراك كل سنة وأنا في جدول المشتغلين، تيجي تقول لي بعد ما أموت لورثتي اثبت إنه مشتغل، أو تقول لي وأنا بقول حلني للمعاش اثبت إنك أنت مشتغل عن كل سنة سنة. لو أنا طب أنا اشتغلت 62 سنة دلوقتي، تيجي تقول لي اثبت لي اثبت لي انك انت اشتغلت كل سنه من ال 62 سنه. لو انا كنت شغال ماني فاتوره، يعني انا ماشي كده قاعد احضر كده واشيل ده احنا عندنا يقول لك في الدوله حتى بعد 5 سنوات الاول تروح القلعه ثم تعدم المستندات. جراس هذا، جراس هذا اللي عاوز يتكلم ويبتدع يدرس الاول. هذا هو القرار. قلت بعد الاطلاع على قانون المحاماه رقم وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق، وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلا بملفه بالنقابة، ويستبين لنا اللي هو أنا يعني أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة وتحديدا من عام 2016 عام الزوال وما ترتب عليه العجاف التي ضربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون وتعرض المحامي ومستحق معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقا ثابتة لهم بحكم القانون وبحكم المنطق وبحكم العدالة. ثم أضفت أقول: وإذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقا للمادة 197، طب ما احنا ما قلناش لا،
احنا هنحسب سنوات الاشتغال الثابته في الملف، ملف اللي بتحاسبني عليه النقابه وبتاخد مني الاشتراك عنه كل سنه، وما بتاخدش من المقيد في جدول غير المشتغلين. وحيث ان مقصود النص الواضح بجلاء والجاري عليه العمل من سنوات بما فيها سنوات سريان قوانين المحاماه السابقه على القانون الحالي، هي سنوات الاشتغال الثابته بملفه بالنقابه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارا او بقرار الى جدول غير المشتغلين. ما هو ساعات بيفرض على المحامي نقله الى جدول غير المشتغلين. ليه؟ لانه ثبت للنقابه انه يعمل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماه، وسكت عن هذا النقابه بتحيله رغم انفه الى جدول غير المشتغلين، مش كده ولا ايه؟ وهو جدول معد لاثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلل منصبا يمنعه من مزاوله المهنه على ما جرت عليه الماده 14 من قانون المحاماه الحالي والنصوص المماثله بقوانين المحاماه السابقه عليه من عدم جواز الجمع بين المحاماه والاعمال المبينه في النص على سبيل الحصر كرئاسه مجلس النواب الشعب سابقا او مجلس الشيوخ الشورى سابقا او تقلد الوزاره رئاسه او وزير او الوظائف العامه في الحكومه والهيئات العامه والادارات المحليه والوظائف في شركات القطاع العام او الوظائف الخاصه فيما عدا العمل بالادارات القانونيه المصرح لها بذلك طبقا للقانون الى اخر ما ورد بالنص. وحيث انه اعمالا لهذا النص وذلك الواقع فقد انشئ من قديم جدول لغير المشتغلين نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43 و44 وينقل اليه اسم المحامي اذا رغب في اعتزال المحاماه اختيارا او كان ذلك واجبا عليه اذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماه مثل ما اوردناه سلفا مما جرت عليه الماده 14 من قانون المحاماه ولمجلس النقابه العامه نقله الى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع اقواله. يعني لازم احقق له دفاعه، اسمع اقواله ما دام حنقله رغم انفه بعد سماع اقواله او بعد اعلانه في حال التخلفي عن الحضور وذلك بقرار مسبب. يعني ما حلوش لجدول غير المشتغلين الا بقرار مسبب اذا فقد شرطا من الشروط القيد في الجدول العام للمشتغلين المنصوص عليه. الكلام ده كله متقال في النص وفي القانون عبثا يعني. الكلام ده لا مؤاخذه على راي اللي قال يعني كلام اونطه. الكلام ده ايه يعني؟ نكمل. ومن حيث انه لا سند بتاتا لمطالبه المحامي او مستحق معاشه بادله اشتغال عن كل سنه من سنوات المقيد فيها فعلا في جدول المشتغلين بملفه بالنقابه ولم ينقل الى جدول غير المشتغلين، الكلام ده لا سند له. وحيث ان سنوات الاشتغال المقيده بملف المحامي بالنقابه هي سنوات اشتغال. شوفوا بقى الحته اللي انا قلتها برضو، انا ما اهدرتش حق النقابه، لم اهدر حق النقابه في اثبات العكس، ولكن عليها هي عبء اثبات ما تدعيه فاضفت، ويقع عبء اثبات العكس على من يدعيه سواء النقابه او الف او ب. يجوز في واحد ناس هيتعرض كده يقول لا ده رجائي ده غير مشتغل، قدم الادله بتاعتك. انما كل واحد يقول ده رجائي غير مشتغل يبقى غير مشتغل، لا قدم ادلتك، عبء اثبات هذا عليك. وقلت انا قبل كده انه في حكم محكمه النقض في قضيه المحافظ الاسبق رحمه الله عبد الحميد حسن لما قالت ان قانون الكسب غير مشروع يقلب عبء الاثبات، فيحول عبء الاثبات من الاتهام الى المتهم هو اللي يثبت مصادر الدخل، في حين الواجب على الادعاء او الاتهام ان يثبت ان هذا الدخل من مصادر غير مشروعه. ويكفي لدحض هذا الادعاء اذا ادعي بها البطاقه الضريبيه وشهاده التامينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماه وعدم الاشتغال بعمل اخر.
ده القرار برضه مقدمات القرار اللي انا اطلعها يعني قرار مسبب، ومن حيث انه لا يجوز ان يكلف المحامي او مستحق معاشه بعد وفاته من امرهم رهقا رهقا واعناتهم بما لا اصل ولا محل له في القانون ولا في المنطق والاعراف والتقاليد المتبعه من سنوات. لذلك قررنا اولا يوقف فورا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش أو مطالبة مستحق معاشه عند وفاته بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة، ولا يجوز أن يخصم منها إلا السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه. خلي بالكم من ثانيا المعترضين علي وعلى هذا القرار عشان ياخدوا بالهم من البند الثانية أنني تحفظت فيه لحق النقابة في إثبات العكس. قلت ثانيا على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه، مش ده اللي تعلمناه؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، مش أنت اللي عليك البينة؟ أنا الأصل فيها البراء، الأصل فيها إن أنا مشتغل طبقا لبياناتك، طبقا لجداولك، أنا مشتغل. عشان تقول إن أنا غير مشتغل قول، بس عيب الإثبات يقع عليك، فلان مديني زر أو فلان بيشتكيني يقع عليه عيب الإيه؟ عيب الإثبات. إنما إحنا نقلب الآيات ونعزم أنفسنا ونعزم أرامنا وأيتامنا، هذا الكلام لا يقول به منصف. ثالثا لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالة المعاش أو من ورثته ومستحق معاشه بعد وفاته إلا شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية وتقوم مقامها شهادة الضرائب. الضرائب إذا قدمت شهادة إن أنا ممول محامي وبقدم إقرار ضريبي، ده أنا خز عين أقعد في إيه؟ في إيه تاني يعني؟ في إيه تاني؟ طب ما هناك أعمال محاماة، إحنا قلنا وشرحنا الكلام ده، كتابة العقود الابتدائية وإعطاء المشورات يعني حاجات كتيرة. طبعا يتولى الأستاذ الأمين العام. أنا عاوز أقول لكم قبل ما أقفل الكلام ده إن أنا جاني النهاردة هذا الحب، فاعل خير فاعل خير مؤمن بحقكم أتاني بهذا الحب الصادر عن الدائرة الأولى للمحكمة الإجرائية العليا في 25/11/2017 ألغى وأوقف تنفيذ أو أوقف تنفيذ وألغى القرار المطعون فيه اللي هو المطالبة بهذه الأدلة التعسفية، وسوف أقرأ لحضراتكم آخر ما ورد بهذا الحكم، ويا ريت تسجلوا عني هذا الكلام. تقول المحكمة الإدارية العليا في صفحة 13 من الحكم: وهديا بما تقدم فإن الثابت من عيون الأوراق أن النقابة الطاعنة أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه إلى أن الهدف من وراء إصداره هو ضبط جداول النقابة حتى يتسنى الاستفادة من الخدمات النقابية فقط للمحامين المشتغلين والمعاش فعليا بالمهنة المشتغلين فعليا بالمهنة استنادا للمادة 13 من قانون المحاماة، وجاء بصلب القرار ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين لتجديد بطاقة العضوية أو تعديل القيد أو بالنسبة للمعاش، ونص على عدد معين من التوكيلات السابق استخدامها دليل الاشتغال الفعلي بالمحاماة مخالفا، ده كلام المحكمة ده مخالفا أي القرار مخالفا بذلك نهج المشرع، إذ لم يشترط المشرع يعني الاشتغال الفعلي بالمحاماة للقيد في كافة جداول النقابة، بل وضع بالنسبة لبعض جداولها ممن اشترط بالنسبة إليها شرط الاشتغال بالمحاماة ضوابط معينة لإثباته كما هو الحال بالنسبة لكذا وكذا.
وقال بقى في الصفحة 14 إذ أن القرار المطعون فيه، أدي بقى العيب، إذ أن القرار المطعون فيه قد رابط حصول المحامي على الخدمات النقابية ومن بينها الرعاية الصحية والمعاش. هقوله تاني، العبارة دي غاية في الأهمية، تعقب المحكمة في صفحة 14 على القرار النقابة المطعون فيه، وإذ أن القرار المطعون فيه قد رابط حصول المحامي على الخدمات النقابية ومن بينها الرعاية الصحية والمعاش بتقديم عدد معين من التوكيلات على النحو السالف بيانه كدليل على الاشتغال الفعلي بالمحاماة، فإن قانون المحاماة في المادة 176 منه جعل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية كافلا للرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام بما في ذلك ترتيب المعاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة. يا نهار أبيض، إيه أكتر من كده؟ كما جعل استحقاق المحامي لمعاشه طبقا للمادتين 196 و198 منه منوط بتوافر الشروط الآتية: أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، ده حكم القانون وده حكم القضاء الدرع العليا، ويقصد به القيد بأي من جداول النقابة عدا جدول المحامين غير المشتغلين. أنا خلصت ذمتي أمام ربنا، وأنا سأقاتل من أجلكم حتى أموت وعلى جثتي شخصيا أن يتم التعدي عليكم، وسوف أقف بالمرصاد لكل من يفتئت على حقوقكم. أعرف ما أفعل، وأعرف أن معي القانون والحق والعدل والإنصاف، وأن ورائي الجمعية العمومية. نحن هنا يا سادة خدام للجمعية العمومية ولسنا أسيادا عليهم، نحن نعبر عن الجمعية العمومية ولا نعذب أعضاء الجمعية العمومية. أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.